أهلا بكم مشاهدين الكرام. خطة لبناء أطول شبكة نقل كهرباء في العالم بين بريطانيا والمملكة المغربية. بداية، لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة وتفعيل الجرس لكي تنضموا إلى مجتمعكم قناة مجتمع المعرفة. أهلا بكم إلى التفاصيل. خطة لبناء أطول شبكة نقل كهرباء في العالم بين بريطانيا والمغرب. كشفت شركة X-Links يوم الأحد عن خطط لبناء مشروع تحت البحر تبلغ تكلفته 16 مليار جنيه استرليني، أي ما يعادل 21.9 مليار دولار، ويغطي مسافة 3800 كيلومتر بين بريطانيا والمغرب حسب ما نقلت وكالة بلومبرغ. سوف ينقل الرابط الطاقة من 10.5 جيجاوات تولدها مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع في المغرب، وعلى عكس الروابط الأخرى في المملكة المتحدة فإنها ستزود بريطانيا فقط. ينظر إلى هذه الروابط على أنها حيوية للوصول إلى الطاقة من البلدان ذات الموارد المختلفة، وتخطط المملكة المتحدة لمضاعفة قدرتها على الربط الكهربائي 3 مرات بحلول عام 2030. وأضافت X-Links إن الرابط يمكن أن يزود 7 ملايين منزل بريطاني بالطاقة، وتخطط لبدء مد الكابلات في عام 2025، وتستهدف إنهاء النصف الأول من المشروع في عام 2027، والباقي بحلول عام 2029. وأشارت الحكومة البريطانية الحاجة إلى بناء المزيد من القدرات المتجددة لاستبدال الغاز، والذي يكون عرضة لتقلبات الأسعار على المستوى الدولي، في حين أن أزمة الطاقة الأخيرة سلطت الضوء على الحاجة إلى إمدادات بديلة. وقال سيمون موريش مؤسس شركة X-Links الرئيس التنفيذي لها في مقابلة: نحن نتعامل مع هذا باعتباره جيلا بعيدا، لذا فإن هذا مخصص فقط لسوق الطاقة في المملكة المتحدة. وتابع: إنها قادمة من منطقة بها أنماط طقس مختلفة تماما وغير مرتبطة ببعضها البعض، لذا فهي توفر قدرا هائلا من المرونة لنظام الطاقة في المملكة المتحدة. وفي تصريحات لفاينانشال تايمز، كشف ديفيد لويس رئيس مجلس إدارة الشركة القائم بالمشروع عن جمع 800 مليون جنيه استرليني لبناء 3 منشآت إنتاج في المملكة المتحدة، وقال: لقد أمننا مع الحكومة المغربية مساحة تبلغ حوالي 1500 كيلومتر مربع، وعلى تلك الأرض سننشئ مزرعة شمسية ومزرعة رياح وبطاريات ستنتج مجتمعة حوالي 10.5 جيجاوات من الطاقة. إلى فرصة قادمة مشاهدين الكرام، دمتم في عون الله وحفظه، وإلى اللقاء.